اللي يكون فيها الصباح. احنا اليوم في ستارة في ولاية الجيجل في زيارة حيث شرعنا ابتداء من هذه الولاية المضيفة ومن هذه المنطقة النائية بالذات على تحضير والاطلاع الميداني، التحضير للدخول المدرسي بالاطلاع الميداني على المرافق، يعني المرافق القائدية ومرافق الدعم، وهي الولاية الأولى التي شرعنا بها، وسنمر إلى ولاية أخرى تباعا للتأكد ميدانيا على ظروف التحضير للدخول المدرسي المقبل إن شاء الله، وكذلك إعطاء الدفع اللازم والوتيرة اللازمة لاستقبال أكبر عدد من المؤسسات برسم الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله، وهي سانحة كذلك للإطلاع على ظروف تمدرس أبنائنا في هذه الفترة الباردة من السنة، بحيث يعني اليوم رانا في منطقة نائية ورأينا أن مجهودات كبيرة تبذلها هذه الولاية، وأتمني أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لكل الولايات، فمتكفل جدا بأبنائنا في مناطق نائية إن على خاصة على مستوى التعليم الابتدائي، فكل مستلزمات التمدرس العادي والتمدرس إن شاء الله المريح متوفرة من تدفئة إلى إطعام بالوجبة الساخنة إلى كل ما هو ضروري للتمدرس العادي لأبنائنا إن شاء الله. ربما قد تكون مدارس ليست في نفس الوضعية وسنزورها كذلك، نجتهد إن شاء الله ونعمل لتكريس إرادة الدولة لضمان ظروف تمدرس تليق بأبنائنا. وتعلمون أن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يولي أهمية قصوى للتكفل الجيد بأبنائنا خاصة في التعليم الابتدائي، خاصة فيما يتعلق بالنقل أو بالإطعام بالوجبة الساخنة أو بالرعاية الصحية أو بكل ما هو ضروري ومناسب ومواتي لضمان ظروف دراسية حسنة لأبنائنا وبناتنا. سنستمر في الاطلاع على التحضير للدخول المدرسي المقبل إن شاء الله بالمرافق، وسنستمر كذلك في تفقد ومعاينة ومراقبة ظروف تمدرس أبنائنا في هذه الفترة الباردة من السنة. ورأيتم أنه كانت هناك توجيهات وكانت تعليمات وأوامر دقيقة وصارمة في مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أينما تم التطرق كذلك إلى بعض من الشروط وبعض من التعليمات خاصة بكيفيات ضمان التدفئة بدون مخاطر وبدون تعرض إلى انبعاثات غازات سامة أينما كان أبناؤنا ومواطنونا. فشكرا لكم. نعم. ميروح انت اسمك ميروح؟ عندنا مدير تربية ميروح في معسكر. بالنسبة للكتاب الرقمي هو يعني ناجح بامتياز، والأولياء انخرطوا بشكل كبير في هذا الكتاب الرقمي. هنا يعني في هذه المدرسة طلعت على أنه كل الآليات التي قررتها الدولة ونفذتها وزارة التربية الوطنية هي منفذة بإحكام. إن بخصوص هذه المدرسة كنا في مدرسة مجاورة للثانوية بها مجهزة باللوحات الإلكترونية بها النسخة الثانية للكتاب، وبها كذلك من أولياء الذين يعني قاموا بتحميل النسخة الثانية من الكتاب، والحمد لله رب العالمين الأمور تسير في الاتجاه الحسن إن شاء الله. شكرا.